نقل سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة تحياتي وتقدير حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه للاعبي منتخبنا الوطني بعد الأداء المشرف والفوز على منتخب إيران بهدف نظيف ضمن التصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة لكأس العالم وكأس آسيا. جاء ذلك خلال استقبال سموه لرئيس وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد البحريني لكرة القدم ولاعبي المنتخب الوطني بحضور الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة الأمين العام للمجلس الأعلى للشباب والرياضة وسعادة السيد أيمن بن توفيق المؤيد وزير شؤون الشباب والرياضة. وخاطب سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة اللاعبين وقال لقد فزتم على أقوى المنتخبات الآسيوية وهذا يؤكد بأنكم قادرون على تحقيق النصر في أي مواجهة. ثقتنا بقدراتكم كبيرة ونحن بدورنا سنوفر لكم الأجواء المثالية من أجل تحقيق الهدف المنشود. وأضاف سموه قدمتم مباراة رائعة ومستوى عال وكانت الروح القتالية هي التي قادتكم لتحقيق الفوز على منتخب يعتبر من أعرق المنتخبات الآسيوية. نحن سعداء بهذه النتيجة والمستوى لأننا أمام طموح ورغبة بتحقيق أحد الأهداف التي وضعناها وهي التأهل لكأس العالم سواء خلال هذه التصفيات أو المرات القادمة، لكن حلمنا بأن نرى المنتخب البحريني في مونديال كأس العالم. وأكد سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة أن الفترة القادمة تحتاج إلى مواصلة التكاتف والتعاون من الجميع وأن نظهر بنفس القوة التي ظهرنا فيها في لقاء إيران، وثقتنا كبيرة بقدرات اللاعبين بأن يقدموا أفضل المستويات والخروج بالنتائج المشرفة. وأشار سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة أمامكم تحديات وطموحات في الفترة القادمة ونحن نثق بقدراتكم لتحقيق أفضل المستويات وسنقدم كامل الدعم من أجل تحقيق الأهداف ونتمنى لكم كل التوفيق والنجاح في مشواركم القادم. من جانبه أعرب معالي الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة عن شكره وتقديره إلى سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة على دعم واهتمام سموه تجاه الرياضة البحرينية بشكل عام والمنتخب الوطني لكرة القدم بشكل خاص، مؤكدا أن وجود سموه على رأس الهرم الرياضي أثمر عن تحقيق العديد من الأهداف. وأوضح معالي الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة أن المستوى المميز الذي ظهر عليه المنتخب الوطني في لقاء إيران ضرب أروع الأمثلة في الإصرار والعزيمة وأن الأحمر قادر على تحقيق الانتصار على أي منتخب آسيوي، خصوصا أن المنتخب الإيراني يعتبر من أقوى المنتخبات الآسيوية. كما أشاد الشيخ علي بن خليفة آل خليفة رئيس مجلس إدارة الاتحاد البحريني لكرة القدم بدعم واهتمام سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة للمنتخب الوطني في مشواره في التصفيات، مؤكدا أن هذا الدعم والمتابعة الدائمة من سموه تعطي الجميع الحافز لتقديم أفضل المستويات والحرص على تحقيق الأهداف بإذن الله. وأكد الشيخ علي بن خليفة بالاستقبال المميز الذي حظي به المنتخب الوطني من سموه بعد الفوز على إيران، مؤكدا أن هذا الاستقبال سيكون له أثر إيجابي كبير على اللاعبين الذين سيسعون لأفضل المستويات خلال الفترة القادمة. أجواء من التفاؤل في الوسط الرياضي انتشرت بعد فوز المنتخب الوطني على نظيره الإيراني في التصفيات المزدوجة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم وكأس آسيا. لاعبو المنتخب الوطني أثبتوا جدارتهم وظهروا بمستويات رائعة وأعلنوها مدوية أنهم على قدر المسؤولية الملقاة على عاتقهم. حقيقة اليوم سعدنا وتشرفنا نحن بالأصالة عن نفسي ونيابة عن جميع الحقيقة لاعبين أعضاء مجلس إدارة تشرفنا بهذا اللقاء وكلمات سموه المعبرة الحقيقة على ما تم تحقيقه من إنجاز البارحة، وأعتقد هذا أكبر دافع لمواصلة المشوار للإخواني اللاعبين وللجهاز الفني وللجهاز الإداري، وأعتقد هذه يعني عنواننا في المرحلة القادمة هو العمل والجهد المثابر والمكثف في خاصة مشوار التصفيات. إن شاء الله نحن سنكون عند حسن الظن سموه
وسنعمل ونجتهد بمعية اخواني اللاعبين والجهاز الفني والإداري في تحقيق ما نحلم إليه كلنا كبحرينيين. ولمواصلة طريق الانتصارات في المنافسات على بطاقات التأهل إلى الكأس العالمية والقارية، أكد لاعب المنتخب أن تشجيع ودعم سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة المستمر لهم كان الدافع والحافز الحقيقي للفوز والاستمرار على طريق الانتصارات. الشيخ ناصر هو الدعم الأول حق كرة القدم حق كل الألعاب والرياضة بشكل عام في البحرين، والحمد لله يعني هو جانا في آخر تمرين وإحنا وعدناه أنه راح نجيب له المباراة ويستاهل، وإن شاء الله نكون في كل المباريات إن شاء الله نقدم له الهدية ونتأهل حق كأس العالم إن شاء الله. وقفة الشيخ ناصر ودعمه يعني صراحة هو الدعم الأول في الرياضة للبحرين، يعني هاي غني عن كل الدعم، والحمد لله رب العالمين يعني أخذنا 3 نقاط وهاي ودعم شيخ ناصر قبل المباراة وحضوره أعطانا الدافع الأكبر ونقول الحمد لله على الفوز. الوصول إلى النقطة التالية والسيطرة على المباراة وإسقاط الفريق الخصم في الدقيقة 64 وضع المنتخب في صدارة المجموعة وصدارة قلوب الجماهير.